هذا بث انستغرام ما ادري فك ولا ما فك. ما جاك فوق عيون عيون مين؟ لا آه عمار بشر خلاص اخر شيء هيا احنا نرقص سوي لنا شكل خرافي عشان ما ادري في في فيها شو اسمه ها مسحه. طيب لا لا انا اقول لك الخطه عمار يقطع ولا عمار نوتيلا هنا استنى نوتيلا هنا عمار 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 عسل هنا ممكن استنى 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 الربيع الجو شيء من الخيال قسمين قسم هنا قسم هنا ايوه شيء من الخيال منظر يسبي منظر يسبي نواظرنا سبي الورود الوان من تحت الجبال الورود الوان من تحت الجبال والعشب غنى جاوبها الظبي والعشب غنى جاوبها الظبي أخدم البيت حل وارتحال أخذم عالبيت حل وارتحال ونزل تلقاع شبت احطبي ونزل تلقاع شبت احطبي القنا يفوح في صفر الدلال القنادي يفوح في صفر الدلال والعشب غنى جاوبها الظبي والعشب غنى جاوبها الظبي الله أبو العز لا 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 صلعتك ما شاء الله مع اللمبة صلى على النبي اللهم صل وسلم حيا الله الحبايب كيف الحال؟ الصورة واضحة ولا تغبش؟ الصوت واضح؟ في تعليق؟ اللي يغبش يشوش العشب كرم كرك ترم ترم غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة انسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء غرباء 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 ولغير الله لا نحن الجباه غرباء وارتضيناها شعارا للحياة انتسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء بكتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء غرباء
أولبا 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 ثانية جيم ثانية جيم ثالثة دال ثالثة دال ربعة جيم ربعة جيم سدسها سدسها أولى متوسط ما تجمعت يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها ناعمات ترى وجوها كالحات ترى وجوه النيرات فوق المنابر في السماء فإذا رأيت كأنهم قوم لباسهم الوفاء يدعون في الليل البهيم يا ربنا اقبل ذا الدعاء يا ربي إنا مذنبون يا ربي إنا مشفقون يا ربي إنا راغبون في جنة فوق السماء في جنة الخلد التي رفع الرسول لها اللواء بنتم وبالنار ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وقد جفت ماقينا كان في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا أنا وقد عشيق المنايا ارتدى ثوب الصمود ما كان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين حيا الله الحبايب الله يبقيك ما شاء الله ما هذا الجو ليلي يا حبايب ما شاء الله ما شاء الله ايش الابداع هذا ابو البر في البر البر للحالي حالة من غير ما كنا يروح هواها مدري شي هذه نوتيلا عقلك سلام عمار الله كيف والله شغل اعطوني فنجان لكم فنجان صار نوتيلا ما في فنجان ورق فنجان اسمع اسمع بعطي هذا انت لايف اخي لايف عندك ما شاء الله يا عمار ليه قرب تخلص شكله خلص لا جحفلنا والله عندي لغز سلمان عطنا مشاهدين عطنا متابعين عطنا متابعين ها كاتب العز يا جماعة هذا شايب جالس مع دلته وفناجيله من هو ذا شايب تمام صح اللغز يقول فناجيله ايه وما معه الا فناجيله يا سلام ايش معنى هذا الكلام خليهم يكتبون ايش يعبرون الصوره هذه ايش معناها إيه؟ يقول لك الشايب هذا ايش به الشايب هذا جالس مع فناجيله الحاله ايه جالس مع دلته وفناجيله ايه وجاء واحد قال وجاء واحد هذا فنجانك ايه وجاء واحد قال فناجيله ما معه الا فناجيله يا سلام اللي بيسمع يقول ايش تقول انت يقول عن هذا الشايب فناجيله ما معه يا سلام يلا ترجموا يا اخوان وفسروا هذا اللغز وخلوكم معنا يلا اكتبوا هنا
اكتبوا هنا في هذا ان شاء الله باذن الله عليها. بسرعه يا عمار. هذا خلاص صح؟ مبسوطها. اي لا اله الا الله. صوره مع بعض. ما الذي يحجب؟ خليها هنا في النص بس خليه يعني. يلا يا عمار. طبعا احنا جالسين نصور الاكل، قولوا ما شاء الله بسم الله بطوننا عشان لا تمغصنا. لا تصور. ما شاء الله. طيب ما شاء الله يا عمار، ما شاء الله. عسر سدر مع السمن البري صراحه عندك. ها كيف الاجابات؟ اجيله انا اجيله فناجيله ما معه الا فناجيله. الهديه شايكرك يقول لك هديه. نعطيهم هديه. اعطيهم هديه لهم مني. رعد فلسطين. الله اكبر. يقول لك فلسطين مالي. الان مطر ورعد وبرق. الله اكبر. الله ينصركم. انا اديله انا اديله انا اديله من يوم خلي رحل وانا اديله عني ابد ما سال ما بيدنا حيله حتى اذا الليل حل دل سرابيله. آه ما طلعتم ال ما في ولا جمال ولا احد كتب. ما احد قال انا جيل. حق الشرح يقول لك فناجيله ما مع الا فناجيله. يلا يلا شباب جاوبت لك. اسمع اعطيك الاجابه. جعل العافيه. انا اعطيك الاجابه. راقدين اليوم. الساعة كم دحين؟ هذه شيخنا بالسمن والعسل السدر. فناجيله يعني جيله اصحاب اللي معاه فنو. ما شاء الله. ما معاه الا فناجيله. فناجيله قهوه. يا سلام. يعني الاولى من فناء الجيل. فناء الجيل. يا سلام. والثانيه من الفناجيل. والتايم ان شاء الله عليك والله. كيف انا معك؟ والله ديما. حتنهزم اليوم. اكتب الاجابات الحين. وين راك انا السيدي؟ والله ما ادري. كيف؟ ممكن سؤال؟ اللي عنده سؤال يجيني في الخاص.